رئيس الجمهورية هو المناصر الأول للفريق الوطني، وإحنا ممثلين يعني للفريق الوطني والرياضة وخاصة كرة القدم في الجزائر، إحنا شاكرين له لهذه الالتفاتة الجميلة والالتفاتة الرائعة اللي راح تسعد أكيد الجماهير الجزائرية بالتنقل إلى اسمه. كثير كذلك من ما ساهموا في إنجاح، يعني ان شاء الله تكون تنقل ناجح، وان شاء الله الفريق يرجع بالتأهل من الكامرون ان شاء الله. شكرا.